بنجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم مره ثانيه. ولقائنا الرياضي هنخصصه النهارده للحديث عن بطوله كاس العالم لكره اليد للرجال مصر 2021. هذه البطوله اللي بتستضيفها مصر وهي رقم 27 ومشاركه 32 دوله و32 منتخب، حدث لاول مره يحصل في زياده عدد المنتخبات المشاركه. لكن الابرز والاهم هو فكره توقيت هذه البطوله و إقامتها في ظل طبعا وجود جائحة بتؤدي لإغلاق جميع المشاركات الرياضية في دول العالم كلها حتى لو كانت مستعدة بشكل أكبر. تنظيم كبير خلف هذه البطولة ومجهود عظيم أبذل وبذل من أجل إقامة هذه البطولة على أكمل وجه، اللي ليها طبعا مردود كبير جدا مش بس رياضي ولا على المستوى الرياضي فقط ولكن على مستويات مختلفة هنتعرف عليها ونتكلم فيها مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد إمام رئيس القسم الرياضي في جريدة الجمهورية. مصبح على حضرتك يا استاذ احمد. صباح الخير على حضرتك على كل المشاهدين. يعني بنتكلم على هذه البطوله اللي يمكن كانت مفاجاه فكره اقامتها في موعدها وتنظيمها وبهذا الشكل وهذا الافتتاح، خلينا نذكره في البدايه. نتكلم على شكل الافتتاح، حضور السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، الكلمه لرئيس الاتحاد كره اليد، ويعني هذا الجموع الكبيره ومشاركه كبيره جدا. نتكلم في البدايه على فكره يعني الافتتاح اللي كان فعلا على مستوى عالي جدا. اولا حابب ان انا اشير لنقطه مهمه جدا قبل ما نخوض في تفاصيل البطوله، وهي بطوله هتعمل ان شاء الله ريكورد جديد لمصر على المستوى الدولي من حيث اصعده كثيره جدا، يمكن يكون اهمهم وهو ان دي اول بطوله تعمل بعدد كبير من المشاركات، وهو 32 منتخب زي حضرتك ما اشرتي في مقدمتك. ثانيا والاهم انها في ظروف دقيقه للغايه، يعني الفتره دي صعبه جدا على الدول، احنا كنا زمان بننظر لها ان هي كمؤشر لينا في بالظبط وبناخدها قدوه لينا. النهارده الوضع اختلف تماما، يمكن الظروف الصحيه اللي بيمر بيها العالم كله اثبتت ان مصر قادره انها توصل عجله التنميه، وفي نفس الوقت تكون بتحمي المواطنين من فيروس او بانديميك خطير جدا زي فيروس كورونا. صحيح، وباء كبير. المشكله بتاتي في ان احنا طبعا زي حضرتك ما اشرتي وجود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واصرار القياده السياسيه في مصر على اقامه البطوله في مثل هذه الظروف كان سلاح ذو حدين. العالم كله بينظر لينا في الفتره الحاليه بيشوف كمجازفين في اقامه بالظبط، ولكن المتابع عن كثب للامور شايف ان ما فيش اي مجازفه لمصر وان مصر قادره على انها تنظم كل يوم كاس عالم في لعبة مختلفة. ويمكن احنا قريبا ان شاء الله يكون في كاس العالم للجمباز في مصر ايضا لاول مرة في تاريخ مصر. يمكن احنا شايفين ان العالم كله بينكمش في ظل الجائحة، ولكن مصر بتنفتح على العالم اكتر وبتثبت انها قادرة على تنظيم احداث رياضية ضخمة جدا. يمكن احزن البعض من عشاق اللعبة كتير حول العالم بان مفيش حضور جماهيري في البطولة، ولكن كان القرار حكيم جدا جدا جدا، وانا اشرت لده في كتابات كتير جدا بان ضروري جدا ان هي تكون من غير جمهور في الفتره الحاليه علشان نقدر نعبر بالبطوله بر الامان. ودي الخساره الوحيده عشان اقيم مونديال زي ده، ما تعتبرش خساره في الوقت ده، ولكن نجاح البطوله سواء بجمهور او من غير جمهور مكسب هيكون أكبر. مكسب كبير جدا. حابب ان انا اعرف الناس كويس جدا بان عيون العالم علينا لدرجه بشكل مباشر جدا على حاجات كتير قوي، مش مجرد المستوى الرياضي، ليها أبعاد كتير جدا البطولة، ويمكن ده جه منه إصرار القيادة السياسية على عمل البطولة واستضافتها في مصر في مثل هذه الظروف، وقدمت ووفرت كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة. يمكن كانت الإجراءات اللي اتخذت قبل البطولة بشهور عديدة كانت بتقول لكل المراقبين عن قرب بأن البطولة هتنجح إن شاء الله وهتوصل لمصر بمستوى تاني خالص وبرانك تاني خالص على مستوى العالم. حابب إن أنا أقول إن منتخب إن عفوا
دولة بحجم اليابان بتنظر لينا حاليا بشكل دقيق جدا وبشكل قريب جدا عشان مننا عشان تقيم هذه التجربة مع أولمبياد طوكيو بإذن الله. في حال نجاح بالضبط في حال نجاح البطولة إن شاء الله التجربة هتنقل زي ما هي بالضبط علشان العالم يشوفها في نسخة تانية في أولمبياد طوكيو إن شاء الله العام الحالي. نتمنى طبعا أن الناس كلها تتعاون لإنجاح هذه البطولة كل يعني من اصغر موظف في البطوله دي نقطه مهمه جدا من اصغر أحمد. موظف في البطوله لازم يكون على قدر المسؤوليه اللي عليها السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد اللي خد على عاتقه مسؤوليه تنظيم مصر لبطوله في مثل هذه الظروف. ولكن انا متاكد ان هو القرار ده هو خده بعد تاكيدات من اعلى مستويات القيادة في مصر بأن البطولة هتنجح ولازم تنجح إن شاء الله والمصريين قادرين على ده بإذن الله. ده جميل جدا. خلينا نوضح للسادة المشاهدين أيضا يعني خلفية قيام أو الإعدادات لقيام هذه البطولة كيف تم من بنية تحتية تجهيزات للملاعب والاستادات. نتكلم على أكثر من مكان هيقام فيه المباريات. تنظيم بقى الجدول نفسه يعني فين ده هيبقى امتى كيفيه اقامه اللعيبه الكلام ده كله خلينا نعرف الساده المشاهدين اكتر بيه لان هو بصراحه جهد كبير جدا بذل من اجل اقامه المونديال تمام كاس العالم لكره اليد. اولا من ناحيه يعني هبدا من مكان ما حضرتك ما اشرتي تحديدا. اولا لو هنتكلم على البنيه التحتيه المصريه شهدت تطور كبير جدا من قبل انطلاق البطولة بفترة زمنية مش قليلة. يمكن إنشاء تطوير أولا كان قرار بتطوير الصالات المغطاة في استاد القاهرة وإن هي تسع لعدد أكبر وجددت بشكل كامل سواء أنظمة الصوت سواء أنظمة الإضاءة سواء غرف الصحفيين أو المؤتمرات الصحفية كل شيء تم بدراسة معمول له حسابه طبعا بالضبط. وكان القرار بأن البطولة تكون على عذرا الصالة المغطاة باستاد القاهرة تكون على قدر المسؤولية الكبيرة وعلى قدر الحدث الكبير اللي العالم كله بيستناه وبيشاهده. يمكن جه كمان إنشاء المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة واللي تم إنشائها على أعلى مستوى ممكن من التطور في بما يواكب البطولات عذرا المنشآت العالمية. يمكن ده مش كلامي أنا ومش كلام التلفزيون المصري بالظبط ده رد فعل المنتخبات اللي جت واللي تابعت بالزبط. قبل ما تيجي بالزبط. يعني حدثنا برضو على هذه النقطة لو شوفي صور اللاعبين في المنتخبات العالمية وهم مستمتعين بلحظة وصولهم لأرض الحضارات ومهد الحضارات العالمية تحس بالفخر شديد جدا صحيح. إن بلدك قادرة إن هي تنظم حدث عالمي زي ده في ظل ظروف دقيقة جدا زي ده. يمكن الناس اللي جاية من دول أوروبية شايفين إن في استعدادات هنا لا تقل عن استعدادات بلادهم في الأيام العادية اللي ما فيهاش أزمة ما يقلش عنهم خالص. عايز أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد المشهد شكله إيه دلوقتي؟ إحنا دايما كنا سواء رياضيين أو في أي مجال بتتمنى دايما إنك تاخد الفرصة إنك تشارك في حدث عالمي إن أنت اللي تسافر بره. دلوقتي إحساس جميل جدا إن مصر هي بتحتضن بطولة إن كبيرة هي اللي العكس بقى أنت بلدك هي اللي بتحتضن العالم وهي اللي بتجيب كل الدول المشاركة وأنت اللي عندك الحدث العالمي. بالظبط. طبعا انا يعني من خلال حديثي مع اكتر من لاعب واكتر من فرد في الجهاز الفني للمنتخب المصري الروح المعنويه مش عايز اقول لحضرتك بمجرد ما هم شعروا بان اعلى مستويات الدوله شايفه بالظبط مشاركه وبشكل فعلي. وطبعا زي حضرتك ما اشرتي في بدايه كلامك مجرد حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مثل هذه الظروف لحفل الافتتاح واعلانه اطلاق هذه البطوله ده مش عايز اروح هيك ليه مفعول قوي ازاي معنويا صح. على كل افراد دعم. الجهاز الفني وده كمان اعطى رساله ثقه لكل المنتخبات الاجنبيه الموجوده على ارض مصر أكيد. بان راس الدوله شخصيا موجود ومهتم ومتابع الاجراءات الاحترازيه خوفا على صحتهم وسلامتهم قبل خوفه على انجاح بطوله رياضيه. يمكن ده بان لهم من كافه الاجراءات الاحترازيه اللي مصر واخداها بشكل كبير قوي
أنا شخصيا كنت تابعت وكتبت عن استعداد البطولة قبل انطلاق البطولة، وكتبت فعلا وكانت من قلبي جدا يعني إن أنا فخور إن أنا مصري في ظل اللي أنا شايفه، شايف يعني أصغر ديتيل مش معدي عليهم، اللي واخدين بالهم من كل التفاصيل الصغيرة قوي. يمكن كمان فكرة مشاركة الشباب في الإعداد لده مع وزارة الشباب والرياضة، دايما في حرص على مشاركة الشباب، ده مش جديد بالظبط، دايما ده اللي أضاف لمسة متجددة، ده اللي أضاف تفاصيل اللي حضرتك ذكرتها اللي ممكن تكون هي مهمة، ولكن ما يشغل بال المسؤولين مسؤوليات أكبر، التأمين والتنظيم والبنية التحتية وكذا وكذا، ولكن فكرة بقى التفاصيل الخاصة واللي تهم الشباب أيضا هم اللي هيذكروها، هم اللي هيتابعوها، فكرة إدخالهم فيها في التنظيم. عايز أتكلم على دور الهيئة الهندسية في يعني تقوية طبعا البنية التحتية الخاصة بالاستادات الأربعة الكبرى المستضيفة لمونديال كرة اليد، وإيه اللي أضيف في نقاط كده سريعة عشان لسه عايزين نجيب أسئلة كتير ونجيب أمرك عليها من حضرتك. تحت أمرك. أولا الهيئة الهندسية قوات مسلحة مش جديدة عليها عمل زي اللي تم على أرض الواقع في إنشاءات وتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر. يمكن المصريين كلهم عارفين دلوقتي ولا يخفى عليهم سرا بأن الهيئة الهندسية قوات مسلحة أصبحت جهة بتنفذ بشكل دقيق جدا وبشكل أكثر من رائع لأي مهمة بتسند إليها. يمكن دلوقتي احنا المصريين بقيت تقول اي مشروع بيتعمل حتى لو كبري صغير قوي في اي مدينة خارج القاهرة بيتحط عليها اسم تنفيذ الهيئة الهندسية قوات مسلحة، الناس ترسخ عندها خلاص كده احساس داخلي بان في ثقة غير طبيعية جدا ان المشروع ده هيتم في الميعاد المحدد وفي نفس الوقت معايير. بافضل معايير الكفاءة بالظبط. فطبعا ده مش جديد على الهيئة الهندسية قوات مسلحة ما قامت به، وانا شخصيا واثق تماما في ان اي عمل بيسند اليها بيتم على اكمل وجه. فالتحديثات تمت لملائمة إقامة المباريات السرعة وغيرها، هم أكتر حد خلينا نكون منطقيين في مصر حاليا يقدر يقدر المردود الوطني والمردود السياسي والمردود الرياضي على الدولة من إنجاح هذه البطولة، وأحد أهم عناصر إنجاحها هو البنية التحتية. صحيح. ويمكن ده بيتم على أكمل وجه وده بإشادة الناس اللي وصلت مصر، وده حجر الأساس طبعا لإقامة المباريات. ننتقل بعد كده لجهود أيضا مبذولة ونوجه لها التحية زي وزارة الداخلية في تأمين الفرق المشاركة سواء بقى البعثة كاملة من لاعبين ومديرين فنيين وطاقم طبي وكله، ومن ناحية تانية أيضا وزارة الصحة والجهد اللي أولته في ظل التحدي الكبير اللي بتراعي فيه المواطنين. احنا أيضا عندنا متابعة لمنتخبات يجب أن تتم عمل منظومة ليها كده صحية حتى السلامة، يعني عدم خروج معين بشكل يعني يمكن العديد من الإجراءات يمكن المشددة وقتيا، ولكن هي بتضمن صحة وسلامة أفراد البعثة كاملة. خلينا نتكلم على يعني الشقين دول. أولا فيما يخص الشق الأول وهو وزارة الداخلية، وزارة الداخلية المصرية كل ثقة بأنها تقدر تنظم كل يوم بطولة عالم للعبة مختلفة في مصر وقادر على التأمين. بطولة الأمم الأفريقية التجربة الفريدة تشهد اللي شفناها تشهد يعني بنجاح أمني والتذكرتي والتنظيم كان رائع يعني. بالضبط. مديريات الأمن على مستوى الأربع أماكن اللي بيتم فيها استضافة منافسات البطولة قادرة تماما على تأمين ده، وده شفناه في الفترة الأخيرة من استعدادات ما قبل البطولة، وده بيدينا حدس إزاي هتكون التأمينات خلال البطولة. يمكن زي حضرتك ما أشرتي بطولة الأمم الأفريقية للشباب الأخيرة اللي مصر استضافتها ظهرت في أبهى صورها، وده يمكن ما بيجيش يعني كل المجهودات ممكن إن هي ما تظهرش بشكل جيد لو العنصر الأمني مش متوفر بالشكل المطلوب. مصر قادرة تماما، يمكن يكون احنا عندنا جهاز من أقوى الأجهزة الأمنية في العالم، ودي حاجة تخلينا نشعر بالأمن بشكل كبير جدا. أعتقد إن شاء الله أنهم على قدر المسؤولية تماما، واللي شاف استعداداتهم قبل البطولة يقدر يحس قد إيه البطولة إن شاء الله يعني زي ما بنقولها كده بقى بلغة المصريين في الشارع، لا بلغة المصريين بشكل عام، يعني ما فيش دبة النملة مش هتعدي عليهم في أي منشأة رياضية بيتم تأمينها خلال منافسات البطولة. ده هينعكس طبعا على سمعة مصر أمام كل المنتخبات المشاركة على صحيح. أرض مصر. كمان الإجراءات بقى الاحترازية والوقائية الشقة كان في كان في جزئية خاصة بنظام الكبسولة، خلينا نوضح لسادة المشاهدين ازاي البابل. بالظبط.
أولا تم التعامل من قبل وزارة الصحة بشكل احترافي كبير جدا في الاستعدادات الاحترازية، الإجراءات عذرا الاحترازية للبطولة. تم عزل كل منتخب على حدة، يمكن التعامل معاه بيكون بحساب شديد جدا. يمكن احنا كنا مستائين شوية في الأول بشكل عام كإعلاميين بأن التغطية الإعلامية محدودة جدا في البطولة، منعين دخول الناس تماما لأرض الملعب ومصورين مش هيكونوا موجودين. طبعا ده بيصعب علينا المأمورية، ولكن فوجئنا بعد كده أن ده حتى معمول حسابه، وإن كان البعض بيشوف أن دي كانت سلبية في البطولة، ولكن أقدر أكد لهم أن معمول حساب ده كويس جدا. الداتا هتوصل للناس كلها كاملة، أي معلومة حابب أي حد أن هو يتعرف عليها خلال البطولة هتوصله وكاملة وفي وقتها. ده مش هيحصل فيه تأثير بمعنى أن احنا مش موجودين في أرض الملعب، لا، الموضوع معمول حسابه تماما، وده كان وفقا للإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها وزارة الصحة المصرية طبعا فيما يخص الحفاظ على سلامة اللاعبين. طبعا زي حضرتك ما أشرتي، موضوع الكبسولة ده بيحمي تماما أي احتكاك ممكن يحصل من أي نوع. بيتم عمل المسحات بشكل دوري لكل المشاركين في البطولة، سواء أجهزة فنية، سواء لاعبين، سواء مرافقين للبعثات الخارجية، سواء إعلاميين أو موظفين في البطولة. وزي ما قلنا ده هيكون نموذج يحتذى به في أولمبياد طوكيو في كل دول العالم كتجربة. أعتقد أنه مش هيكون أولمبياد طوكيو فقط، ولكن ده أقرب حدث جاي فهياخدوا التجربة المصرية، وهيكون مثل الريادة فيها، وده شيء يحسب جدا. خلينا نتكلم على الأبعاد السريع قبل ما نختم، بس خلينا نقف عند دعم طبعا النجم العالمي المصري العالمي محمد صلاح. وعلى موقع فيسبوك لما قال فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد، أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. تعليقك على محمد صلاح؟ أيدول مصري أمام العالم كله، هو عارف ومقدر كويس جدا معنى ان هو لازم يتكلم على حدث بالأهمية دي. يمكن هو وعيه أدى أن هو دعم بلده من خلال حاجة زي دي، لأن بقى صوته مسموع لتقريبا لكل العالم كنجم رياضي صاحب أخلاق رفيعة جدا داخل الملعب وخارج الملعب. فيمكن طبعا دعمه جه من حبه لبلده، من فرحته زينا كلنا ان احنا في ظل ظروف صعبه زي دي قوي مصر بتنظم كاس عالم. يعني اعتقد ان هو بشكل تلقائي جدا لازم اي حد دلوقتي بيحب مصر بجد لازم يدعمها في حاجه زي دي، وده مش غريب على محمد صلاح، يعني مواقفه الوطنيه جميله. وكمان محمد صلاح حد بانتشاره بنجوميته وبمتابعيه ومعجبينه، تاكيده هيعمل كبير جدا للبطوله، دعم كبير جدا. خلينا بقى نتكلم على الابعاد الاخرى الخاصه بتنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم. مش بس بنتكلم على حدث رياضي سيتم اتخاذه كقدوة أو كمثال للعديد من الدول الأخرى أو في أحداث أخرى جاية، ولكن بنتكلم كمان معنا مكسب سياحي جدا للترويج عن مصر. معنا منتخبات يمكن أول مرة تشارك وتأتي لبلدنا وتشوف على أرض الواقع ما هنا من لدينا من أثار، من ثقافة، من تراث وغيرها من الأمور الكتير اللي ممكن على يعني التجربة المباشرة هي اللي تدي هذا الانطباع الجيد. كم من العدد اللي هينقلوا إليهم في بلادهم أيضا هذه الصورة؟ لا، وسائل الإعلام العالمية كلها مركزة حاليا على مصر، يعني والسوشيال ميديا سريعة جدا كمان طبعاً. بس طبعاً. التجربة كمان نتكلم على فكرة يعني نتكلم إن مصر بلد الأمان والاستقرار وفكرة التنظيم وحسن الإدارة وحسن التنظيم. معانا العديد بصراحة من الأمور الجيدة واللي لازم نشير إليها ونضع الضوء عليها لإبرازها واللي يعني طبعاً. الفخر بيها طبعا. اولا هو الناس لازم تعرف ايه الهدف اللي بيخلي اي دولة تتصارع هي ومجموعه من الدول الاخرى لاستضافه اي حدث عالمي. الهدف بيكون لفت نظر العالم ليهم وان هم يوروا قد ايه هم ناجحين وبيروجوا لحاجات كتير جدا زي حضرتك ما اشرتي، منها ويمكن اهمها هو تنشيط السياحه، فرصه ان العالم كله يشوف مصر ويشوف جمال مصر ويشوف تقدم مصر، على عكس ما البعض للاسف بيحاول ان هو يسوق سمعتها. صحيح. طبعا حضرتك عارفه الحرب شرسه جدا على مصر. نعم. في الاونه الاخيره، ولكن الصوره اعتقد هي اللي هتعكس بالضبط الكلام على ارض الواقع هو اللي هياكد ده. بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا استاذ احمد امام رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه. شكرا جزيلا وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا على طيب المتابعه. غدا باذن الله حلقه جديده من صباحنا مصري وفريق عمل جديد. تحياتي لحضراتكم، الى اللقاء.